هل جزء من المشكلة مش بس التشغيل، فكرة انه احيانا بتحصل ازمات خلينا نقول اخلاقية ويشار للشخص او الشخص على انهم ممثلين والنقابة تنزعج جدا انه ده مش عضو نقابة، فبتحس انه ممكن بيجي لها مشاكل من بره، حوادث كتيرة بنقراها في الجرائد، القبض على مش عارفة فيه مين الممثلة، وبعدين يطلع أشرف زكي يقول يا جماعة مش عضو في النقاب، يعني والله ما عضو في النقاب. لا يعني ده بيقرقوا بيضايقكوا طبعا. بس يا فندم احنا طلب واحد بس عشان نقفل الموضوع ده، ان اللي عايز يمثل يتفضل يتقدم الى النقابه، المخرج اللي عايز شايف ان في وجه جديد تعظيم سلام اتفضل للنقابه، المنتج اللي شايف اتفضل للنقابه، مش هتحترمنا احنا هنرد على ده بس باختصار. صح تمام، لانه احنا مدين مساحه في 10% يعني في مساحه عشان ننتقل لمشكله اخرى. ايوه بس ممكن يكون المنتجين طب خليني اقول وجهه النظر العكسيه، مش دفاعا عن المنطق ده بس طرح له، المنتج ممكن يقول ده النقابه عايزه تفرض عليا ناس يعني نيجي نطلبهم بقى. يا فندم ما بنفرضش عليه حد، احنا ما بنفرضش عليه حد، احنا بنقول حضرتك ادي جدول النقابه بدءا من النجم الكبير عادل امام لاصغر واحد في النقابه، خلاص تمام، حضرتك بقى عايز تقدم حد جديد 2 3 5 اتفضل خبط، هو رافض يخبط تمام ما عنديش مشكله، انا عارف هرد عليك ازاي، اللي بيحترمنا هنحترمه، اللي ما بيحترمناش عندنا قانون هنتعامل بالقانون. ايه بقى القانون؟ القانون انا عندي اولا انا عندنا يعني انا مش هقول ايه القانون خليها مفاجاه عشان ما يقولوش انما على الاقل انا عندي حاجه صغيره جدا ان انا ادي تعليمات بايقاف التعامل مع المنتج ده او مع المخرج ده او مع مدير الانتاج ده، يعني ايه؟ يعني اقول ما حدش يشتغل مع المخرج ده، ممنوع حد يشتغل معاه،